ينافس تحت. سلم على الكابتن علي سالم وتحية قناة الفرات. خلي عد نادي الرجال يبقى هاي حال هاي العالم. بطاقة هواية ب 10,000 ابن عمي، يعني هاي أكثر كسب أشوف العالم والله كسب. وثاني هواية 10,000 والله. يعني كان بزمن الوزير عبطان ب 3,000. زين. ورسالتي للسيد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني ولا النقل أن ينظرون بحال الزورة، مو هذا الزورة، الزورة كان بالتسعينات. الزورة؟ سالي حالة تعبان يعني، سبب الإدارة. كان الزورة بالتسعينات، الله شاهد اكو أندية تملي للملعب مالتها حتى ما تلعب ويا الزورة، والله تملي للملعب، أرضية الملعب حتى ما تلعب ويا الزورة. عندنا نجوم، عندنا عدنان محمد أبو السعدية، عندنا محمود كريم، أحمد عبد الجبار، هشام، ذولا كلهم أبناء النادي، شلبتوا ورثوا الكرسي، كافي طلعوا عيب، احترموا هذا الجمهور الجاي من المحافظات. هاي دكتاتورية، هاي والله دكتاتورية. رسالة لعلي سالم، أنا يوميتي 15,000 راح أطب هسه للملعب ب 10,000 تبقى لي 5,000 وأنا عندي دين جهال. هسه مشكلة مو بالبطاقة، مشكلة بالإدارة. إحنا جايين هسه اليوم مشكلتنا شنو هي؟ هسه هاي الاتحاد مال ال 10,000 لأن كل المحافظات ب 2000 وب 3,000 دخول يا مالتها. احنا هسه انا بس هنا بملعب الشعب بس بالفرق الجماهيريه ب 10,000 هسه جايين احنا هنا شنو؟ جايين على فلاح حسين. اليوم من شجع احنا؟ جايين على فلاح حسين بالاداره تستقيل وشكرا. يعني الله يرضى هذا جايب له ثلاث جهال خطيه حاسب حسابهم على 5,000 يقول 15,000 يقول اصبر بعد شو اسوي عمي؟ يعني البطاقه 10,000 دينار. الزوراء ليش كل الانديه بخمسه؟ بس الزوراء ب 10,000 زين ب 10,000 منين تجيب ال 10,000؟ هسه واحد يطلع يشتغل يوم ويته 15,000. كابتن حبيبي، كابتن شلونك شو اخبارك؟ البطاقه ب 10 يعني السعر مبالغ. والله هي تتبع إدارة الزورة، كنا احنا عليهم ضيوف لأن احنا ممثلين عنا إدارة الطلبة. أول تالي دفعت العشرة أكيد. ما دام ما بيها الاتحاد، وحتى لو كان الاتحاد بيها ما أحكي. والله احنا لازم نسعى من أجل تطوير الكرة العراقية، وأنت تشوف الإنجازات بس اللي اكو ناس كسبة يقول لك أنا منين أجيب العشرة؟ هاي شو سووا بعد؟ شو سووا بعد؟ يعني هم الأمر عتهم. زين. تشوف اكو بعض الجماهير دايرة الوسيله شنو مثل يعني نعترف تخفيض؟ تخفيض ماكو، هاي احترامنا احنا الملعب. شوف الملعب مو كان ما 10,000 يحضرون بيه، خلي يصير 20,000 يا اخي. احنا احترامنا احلى بيها الطلبه والشرطه، احترامنا وقدمنا وحكينا. الفائده شنو اليوم؟ العدد عاجبك مال الحضور الجماهير؟ يبين احنا يعني بعد هوايه للمباراه تو نص هسه. زين بعد هي ساعه كامله تبين ان شاء الله، وان شاء الله البركه بالجميع ويحضرون. مشكلة 10 إذا فازوا الزوراء مو مشكلة، هذا طلابي بس إذا فازوا الزوراء مو مشكلة. السنة الرابعة هاي وهم ما راح يغلبونا. يغلبونكم؟ ما يغلبونا، للسنة الرابعة توالياً.